كابتن رمضان لعيب كويس قوي كان، وانا كنت طبعا بتابعه، وعندما اتجه للتدريب والتحليل وعنده فيجن كويسه قوي في التحليل، بيعرف ازاي يحط ايده على نقاط الضعف في تحليله، والحقيقه اراءه كلها معظمها يعني صائبه. كابتن رمضان السيد ده بصراحه بيفكرني بايام الزمن الجميل، وهو من احسن لاعبي خط الوسط في وقته. وعلى فكره كان في ميزه حلوه قوي، ان هو مش ما كانتش عند حد من اللعيبه او قليلين جدا، كان احسن واحد يعمل شوتينج وهو بيجري على طول. اول ما يشوط الشوطه وهو بيجري في وضع الجري لازم تيجي جون. والله الكابتن رمضان السيد في ايامه كانت الكوره في النادي الاهلي كويسه جدا، وهو من اللعيبه المشهور لهم بالكفاءه، وكان لعيب ممتاز جدا وبيساعد في خط الهجوم وفي خط النص. فيعني الكابتن رمضان السيد ليه بصمات كبيره في النادي الاهلي. كابتن رمضان اللي ما شافش الكابتن رمضان فاته كتير، كان لعيب خط نص جاي الاهلي من مصنع 36، وكان راجل مهاري وديفندر في نص الملعب وشويط وكل حاجه. اللي ما شافش الكابتن رمضان فاته كتير، وربنا بقى ان شاء الله يديله الصحه، ومعروف انتمائه للنادي الاهلي، وراجل ممتاز الحقيقه، وربنا ايه يكمل مسيرته في حفيده عمر ان شاء الله. كابتن رمضان السيد ده واحد من رموز النادي الاهلي في الزمن الجميل، واحنا ما ننساش في اثناء لعب كان عنده مقدره على انه يعمل شوتنج وهو بيجري، فديت كانت حته جميله جدا جدا ما ننساهالوش. الحاجه الثانيه ان الجميع بيستنى كابتن رمضان السيد دلوقتي، التحليلات بتاعته عنده مقدره رائعه على التحليل وعلى استنباط المواقف من في المباريات، وبيستخرج من لعب اللاعب الوضع الامثل ليه، وان الكره دي يعني هو يعني محلل رائع بصراحه. كابتن رمضان السيد لو حبيت اتكلم عليه هقول هو نجم من نجوم النادي الاهلي الكبار. انا فاكر كويس قوي ان هو جه من النادي الهيئه العربيه للتصنيع، النادي الاهلي جابه، لعب في جيل متميز جدا، جيل كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس، كابتن حسن حمدي، كابتن فتحي مبروك، عصر اجيال، وبعد كده الاجيال اللي وراهم شريف عبد المنعم، علاء ميهوب، اسامة عرابي، يعني اجيال كتير قوي لعب معاه كابتن رمضان. اولا كان اكتر حاجه بتميزه انه اخلاقه عاليه جدا، زائد ان هو لعيب كوره كان مهاري جدا ولعيب كويس. وطبعا الكابتن رمضان السيد من القدماء بتوع النادي الاهلي الاعزاء، اللي هم الاخلاق اولا في كل شيء، زائد ان المهارات عنده كانت عاليه قوي قوي قوي. الكابتن رمضان مش قامه من قامات النادي الاهلي، ده قامه من قامات مصر كبار. والراجل ده جه النادي الاهلي كان في منتخب مصر، لانه كان بيلعب في المصانع الحربيه، والنادي الاهلي جابه من المصانع الحربيه.